بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي بوشت الشارف، من مدينة سونات. رحلت لمدينة طنجة، والقصة ديال الحياة ديالي ذكرتها في اليوتيوب سابقا. فالآن السبب اللي جعلني باش نصدر هذا اليوتيوب هذا الثاني مرة اللي كنخرج بها كنخرج فيها فيه الإعلام، أولا كنرد على واحد البوق، واظن انه مخابراتي 100%، لان كل الناس شهدوا بان هذاك البوق مخابرات. كيتهمني بانني ويت ناس شباب وصيفتهم للعراق، وكيتهمني بانني اشتريت قطعه ارض، وكيتهمني وكيقول بان الفتره الزمنيه اللي دوزتها في تماره كانت قصيره جدا، يلاه كفات باش يسمعوا لي. فالان غادي نرد على كل هذه الافكار هذه. وبهذه المناسبة كنشكر بزاف اللي تعاطفوا معايا وتعاطفوا مع ولادي، جزاكم الله عنا خير الجزاء. والله كندعي لكم في السجود، كندعي لكم في قيام الليل، كندعي لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم بالتوفيق، وكندعي وكل الاخوة كيدعوا لكم انكم الحمد لله تعاونتوا معنا وتعاونتوا مع كل المظلوم، كترفعوا من الشأن ديالو، كتشهروه وكتشهروا الكلمة ديالو والنداء ديالو في العالم. كنشكر لا داخل المغرب ولا خارج المغرب، انا كنتكلم على اي ناس كان مسلم او كان غير مسلم في العالم كله. فالان نبداو بالتفسير ديال الكلام اللي تهموني به اللي تهمني به هذا المنبر. قالوا بان انا اويت شباب جاو عندي لسوريا واويتهم او صيفتهم للعراق او شيء من هذا القبيل. فانا ولله الحمد استضفت مغارب اخوتي، وهذا كان فخر به، ماشي يعني استضفت واحد مثلا العدو ديالي او كذا، ولو حتى اذا كنت استضفت شي واحد غريب راه فخر لي، هذا خير. احنا المغاربه فينا الخير، فينا هذا الخير هذا. وحتى اننا في بلد غريب ضروري المغربي كيستضف خاه المغربي في بلد غريب. ولنفترض ان هاد الشباب اللي جاوا لعندي دارت في العقول ديالهم انهم يمشيو للعراق مثلا يجاهدوا ضد الاستعمار او كذا او شيء من هذا. فيعني اللي تعلمته انا واللي سمعته من الاخوه ومن الناس وفي العالم ومن الاعلام انه ما فيهش لعب، لان اذا شفتوا واحد المره شفنا على الجزيره ان واحد الخبر كان في الجزيره انه ان ان قضيه ان قاضيه ايطاليه قضت لواحد المغربي، والاسم ديال اسم ديال القاضيه كليمانتينا فلوريو، قضات لواحد المغربي بالبراءة، ومغربي مشى للعراق، محمد داكي اسمه الأخ المغربي، محمد داكي قضات عليه قضات عليه قضات عليه بالبراءة، ويعني بالبراءة. وقالت في واحد الكلام طويل، قالت بأن يجوز لأي شخص لأي شعب إن اعتدي عليه من طرف دول أجنبية بالسلاح أو كذا يدافع على البلد ديالو. أنا ماشي كنقول لكم شجعت هذا العمل هذا او كذا او كذا، ولكن كنقول يعني كنذكر لكم هذا العار على هاد الناس اللي كيقتلوا واللي كيعذبوا هاد الشباب اللي كيعملوا هاد الاعمال هذه. هذه غير غيره. وثانيا الاجداد ديالنا والاباء ديالنا لو ما قاوموش ما كنتوش نتوما تعيشوا بهذا الرخاء، ولو ما قاوموش ضد الاستعمار الغاشم الفرنسي والاسباني ما كنتوش تعيشوا نتوما في هذه الحاله هذه، في هذه الحاله اللي كتنعموا بها دابا حاليا. انا الاب ديالي والاعمام ديالي اقسم بالذي بعث محمد انهم باعوا دماءهم واموالهم في سبيل هذا الشعب، هذا المجتمع، باش يعيشوا في هذه الحاله، في هذه الحاله وفي هذه الرفاهيه وفي هذا الهناء. فعلاش دابا كتحاربوا هاد الناس هادو؟ يعني هذا الشيء يعني الانسان يستغرب لهذا العمل هذا. هذا من جهه، ومن جهه اخرى في نفس الموضوع ان كانت واحد المسيرة يعني مليونية في الرباط العاصمة، وكان كيقودها الوزير الأول بسبب الاستعمار اللي دخل على الغزو ديال العراق. يعني شنو هذا التناقض هذا؟ هذا ماشي تناقض، هذا أليس بتناقض؟ والله إنه تناقض. كيف طلعت كل الكرموز نزل شكون اللي قالها لك؟ والله إلا حرام هادشي هذا، بالله حرام أصاحبي، أحرام أصاحبي حرام. رحنا إنسان، رحنا عندنا فطرة مغربية حرة،
ان الانسان خصو يلتزم شويه بالانسانيه ديالو، ويلتزم بالشجاعه ديالو، ويلتزم بال ما خصوش يكون كيعرض الدولار. صافي غير عطانا جوج دولارات الامريكان، ولا شوف شكون عطاهم لنا، صافي ولا الرباعه ديال الحشاشين، الرباعه ديال التجار ديال المخدرات، عطاونا جوج دولارات صافي، بقاو يلعبوا بينا كيف يحبوا. حرام هادشي هذا اللي كان، والله الا حرام بالله. ما خصناش نكونوا كان تناهضوا حتى للهويه. الفكره الثالثه هما ان هذا البقال قال بان جا واحد الشخص جا معايا من سوريا، وجا معايا وبكيت معايا في المخابرات في تماره، ومن بعد جا لهنا هو عارف الفتره الزمنيه اللي مكنت انا في تماره ما كافياش للتعليم. انا بعدك راه جات الصدفه باش نفضح لكم، وباقي ما غاديش نتكلم كل شيء، غنقول لكم غير البعض، والله القسم ما غنذكر لكم غير البعض القليل القليل. اللي النقطه الاولى انني اللي سلمت لي المخابرات بالنسبه للتعذيب ديال المخابرات، راه في ساعه واحده راه يقتل واحد، كانت فتره صغيره او كبيره. اما انا اقسم بالذي بعث محمد، اقسم بالله العظيم اني مكثت في 38 يوم كامله وسبعه ايام في المعارف، والله لا اكذب عليكم. علاش غادي نكذب عليكم؟ انا دابا كنتسنى غير الموت، علاش غادي نكذب عليكم؟ ما غاديش نكذب. 38 يوم ضليت في التماره وما نكذبش حتى عليهم. 10 ايام ديال التعذيب فقط، نهار واحد مور 10 ايام ما عدمونيش، 10 ايام ديال التعذيب فقط. وهذيك 30 هذيك 28 يوم هذيك خلوني فيها باش نبرى، باش يبرى الجسد ديالي. وكاين واحد الشهيد اخر مع الدكتور، حتى هو مع الدكتور اللي كان اللي جا عمل لي العمليه جراحيه على 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 المخرج ديالي، كاين واحد الشهيد اخر هو المصور، وحتى المصور دابا راه غيشوف هذا الفيديو وغادي يشهد. اقسم بالله العظيم ان كان العنق ديالي هذا، ما كانش عندي لحيه ذاك الساعه في التماره، من عيوني كانوا كيحلقوا لي اللحيه، هذا العنق هذا كان اسود. لما جاي صورني مشى داك الصوره للاسياد ديالو، ديك الاشخاص، ديك العصابه المجرمه، داو لهم الصوره، شافوا ذاك الضربه كتبان هنا كاحله، كل شيء عنقك حال هكذا، واحد الضربه كانت هنايا. جا هو قال له دار فيه هذاك ديال ديك العصابي ديك المجرم، قال له لا الصوره هذه ما نقبلهاش، نحطوها له في الملف. وجا رجعنا عندي ذاك المصور الداني وقال لي غتعمل الكول ديال القميجه هكذا، عملوا الكول ديال القميجه هكذا، غطي عنقك وعاد غادي نصورك. قلت له واخا ما كاين حتى شي مشكل، انا عملت له هكذا وصورني باش يغطي هذاك الضرب اللي كان عندي هنايا عنقي، لان ما بغاو يقتلني. كيضربني برجله هكذا، كيضربني برجله، كيضربني هنا العنق، كيقول لي انا ما رضاش نضربك بيدي. علاش ما يرضاش يضربني بيده؟ علاش؟ علاش غير قولوا لي علاش؟ شنو السبب؟ علاش؟ وغير واحد القضيه بعدا خصكم تنتبهوا لها مزيان، وانا كندعو العالم، والله انا كندعو العالم وكندعو المنظمات وكندعو اي واحد خصو ينظر للمساله هذه. كيفاش كنشوفوا في رمضان الدروس الحسنيه الرمضانيه، وانا في نفس الفتره في رمضان نفسه وفي نفس الوقت كيدخلوا فيا القنينه؟ والله عار 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 اخوتي، عار 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 اخوتي، عار والله لا عار بالله، عار في نفس اليوم في نفس رمضان دروس الحسنية عبر الأقمار الاصطناعية وعبر القنوات المغربية، وأنا كيدخلوا فيا القرعة في ثمانة. مش عار صاحبي، والله لا عار اخوتي، المغاربة عار اخوتي. طيب غير اسمحوا لي بالله، غير اسمحوا لي بزاف، هذه غير الغير على المغربيه ديالي، وغير على هذه اللي جعلني نفجر هكذا. لان الانسان اذا وزن هذا العمل بهذا العمل اين يرى نفسه؟ اخوتي المغاربه الله يجزيكم بخير، راه التاريخ غادي يقرا علينا، راه التاريخ كله غيقرا علينا، راه اولادنا والاحفاد والحفاده ديالنا غادي يقراو علينا. شنو غيقراو علينا؟ يقراو علينا اننا كنا كنصور كنعملوا دروس حسنيه رمضانيه، ومعها التعذيب في التمارة، يدخلون القرى ويضربون المسلم على قضيبه ليقطعوا سلالة الإسلام. مش هذا عار؟ والله عار بالله. وهذا ونضيفكم أن في هذيك التمارة راه بزاف ديال الإخوة قتلوهم، ماشي غير أنا، راه بزاف ديال الإخوة قتلوا الدكتور محمد بونيت في 2003، وقتلوا الاخ عبد الحق مول الصباط، وقتلوا الشيخ زكريا الميلودي بالقنيطره، وقتلوا الشيخ الامين هنا في السجن هذا في 2009، والاخ يونس العينوس رساله في عام 2006. راه بزاف اللي ماتوا في هذا السياده. وعاد دابا حاليا انا كنطالب
أنا كنطالب للمنظمات العالمية، أنا كنطالب للمنظمات العالمية الحقوقية، كانت أو القضائية أو كانت الاجتماعية أو كانت إسلامية، كانت مغربية أو غير ذلك، كنطالب بهم الله يجزيكم بخير. إذا كنا إحنا كنكذبوا عليهم هاد الناس، هذه راه عصابة كاينة في المغرب، أنا ما كنتهمش يكون أي واحد، أنا كنتهم غير العصابة اللي عملت لي هاد الشيء هذا، واللي باقي أنا ما كنتظر الحكم. علاش ما يطلقوش الإخوة؟ علاش هاد الظلم هذا كامل؟ علاش؟ علاش هاد الظلم كذا؟ علاش؟ أطباء بلا حدود، وكنطالب بجمعية العفو الدولية، وكنطالب بحقوق الإنسان، أي جمعية كانت باش تجي للسجن وتشوف هذه الحالات اللي موجودة هنا معنا في السجن، والله أقسم.